يوكتان وحوالدي لدن اكسبريس او لاميهدو كبه سنايين دولده دعالده دا لدن اكسبريس والاقو مرمان لدن اكسبريس ملوغو يسا ادميغا او لدن اكسبريس والاقو لدنا دي ملكستو اي بلش جوكتبا لدن اكسبريس خورشيه دو وحو وياهي كودرسو او كوقادو سدح دقيقة ايا كير حوالد لدن اكسبريس وحي ود وانتهي حوالدها كلي يدو لعقاها قارسيسا قوري كستا ايا قوب كستا ايا جيت كهستي سميلو البوضاتكو اي جوغان لدن اكسبريس وحي كوشغيسا تكس مسيجكا يدو وليبا داد بادن او لعقاها كودر سدي لدن اكسبريس ملكستو الدوية دا اي كل يبانين لبنتين اي هلالين اي بلشي ملكستو جوكتان محايدين دي دي سيان لبنت او هلاشان انا لحررتان حوالة دا لدن اكسبريس لدن اكسبريس لدن اكسبريس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو لبادا قضبادا واركا ودار كرون وزيركا كوادا حكومة دا فدرال كصوماليا اللبان لما قعاوية ياسوسا ري ليسكا قولها حكومة دا عصوبة دولة دا فدرال كصوماليا يدو قولها وزيرا دا هاتا لشاعية ايقاريان كنتنو ايشان حبنات كواسي سوكو جيرا وزيرو وزيرو كوحيقانو ايو وليبا وزير دوليال محمد محمود ترسن او اسقوا قدوميها قولك بنادر اسلام مركانا اللقوشا عيي ليسكا قولها وزير كوحيقين هذا عصوب دولة صوماليا ايا شاقي انو اسكعز لي حلكاسي وزير كوحيقين كاس بورتقاي ولي بردلين يرادا قيبها كالدوان يكودا قن مقالدا بلدوين يدور كرونا مركانا واركي وفسان رئيس وزارها دولة فدرالك صوماليا يدوان لما قعوية يا شاعة كقا دي ليسكا حمنيه سقلها وزيرا دا يدو حكومة دا عصوبة اي كمديهين حبنا اي كمديهايين حكومة دي هرأي لك لدري وحانا حبنا قلها وزيرا دو اي قاريان كنتون ايشان حبنات كواسي سقجرا وزيرو وزيرو كحيقين اي وليب وزير دوليال واربحنا دا مورتاسي وحا مقالة دا مقدشين وقصو دري وريهين عبد عسيس علي قوليد رئيس الوزراء الصومالي عبدول الشيخ أحمد أيا كود واقعي ليسك عصد إقلو يسو السيرادة كدب أدى تشدير أولا سمية مدوحينها الصومالي كاسو أقلادي مرم بدن كدب حبنها عصد إقلو السيرادة وزيرو عصب إلى صومك عابي وحي إسو جيران وجيو عصب يقار كميدا وزيرو دي هوري أولا سوء إليي مغا إذا ماشا كمقان وحا كميدا رئيس الوزراء كحوغينكي هوري إسلامر كان أهيد وزير كاريما دي بدا فوسية حاجي آذن waxa bedelay Cabdi Rahmaan Ducaale Beel oo loo magacaabay wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in golahan cusub ee wasiirada uu soo dhisay kadib wada tashi ballaaran uu sameeyay wada tashi ballaaran oo aan la sheegay qaybaha iyo asxaabta kala duwan ee siyaasadda iyo shirkadda jeedada wada tashi gaarso wuxuu ahaa inaan soo dhiso xukuumad تاسو درام گلاه شاهد بود اقلمیت بلارن بود از سیزی کوی لارن بیشی لگه کبنار درام کنی سکر بود حوش را تشید از و اصیر انکلگور بایم او به دیتارین مال شنی را تنکی بری ایم سوال آفنه و خیلی هم هم دیه این هم آل سوال بگریدیم دقيقة بقوة كل المنام هذا أيضا من حبناها في الوليد الفدرال الصومالية وإذا أقول عليه golaha cusub ee wasiirada ayaa ka kooban 25 wasiir 5 wasiir dowlo 25 wasiir ku xogeen wasiirkii hore arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Cabdi Kariim Guuleed ayaa haatan loo magacaabay wasiirka amniga qaranka
sidoo kale magacyada golaha wasiirada waxa ka dhex muuqday gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo loo magacaabay wasiir ku xigeenka sportiska ee dhalinyarada Faarax Abduqadir oo hore u ahaa wasiir dowladda madaxtooyada ayaa haatan loo magacaabay wasiirka garsoorka iyo arrimaha dastuurka baarlamaanka Soomaaliya ayaa la horgeyn doona golaha wasiirada si loo ansixiyo ayadana dhanka kale madaxweynaha Soomaaliya uu ka maqnaa goobta uu ra'iisul wasaaraha ugu dhawaaqay kulliisa wasiirada kadib war saxaafadeed uu soo saaray madaxweynaha ayuu ku soo dhaweeyay magacaabista golahan wasiirada cusub marka laga soo tago magacaabista wasiiradana cusub waxa ay ahayd goobta lagu magacaabay xarunta madaxtooyada Soomaaliya mid aad u mashquulsaneed iyadoona dib u dhac uu ku yimid xilligii loo qorsheeyay waxaana xilli dambe oo habeen ah oo inta badan saxaafadda iyo marti sharaftii lagu casuumay uu daal ka muuqday albaabka kasoo galay ra'iisul wasaaraha oo wada liiska magacyada golaha wasiirada ayadoona aysan wehelin labada mas'uul ee dalka ugu sareeyso sida looga bartay munaasabadaha caynkan oo kale markay dhacayaan Cabdiaxiis Arguuleed Kalsan TV Muqdisho Maxamuud Maxamed Tarsan oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir isla markaana lagu dhex arkay liiska wasiir ku xigeenada ee xalay la shaaciyay ayaa shaaca ka qaaday inuu iska cazilay xilkaasi loo magacaabay kadib markii uu maanta saxaafadda la hadlay warkan waxaa magaalada Muqdisho inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Aadan Qoslaaye. Xalay saqdi dhexe ayaa ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed waxa uu ka dhawaajiyey magacyada xubnaha golihiisa wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya kuwaasi oo ka kooban 25 wasiir, 5 wasiir dowle iyo 25 ku-xigeen. Hase ahaatee saaki aroortii hore ayaa Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga waxa uu shaaciyey inuu xilkaasi iska cazilay kadib markii uu ka shanqariyey in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu aanay kala tashan magacaabistiisa isagoo intaa ku daray Tarsan in aanu diyaar u ahayn in uu xubin ka noqdo xubnaha golaha wasiirada ee cusub. Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa marka laga soo tago xilka uu iska cazilay waxa uu haatan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada Muqdisho waxaana dadka siyaasadda oo dalasa ay sheegeen in waayihii Tarsan ee gobolka Banaadir in ay soo afmeerantay. Xalay maray ahayd 8 saac waqti ku dhow ayaan waxaan ka dhagaystay telefishinka Prime Ministerka oo wasiiradii magacyadooda sheegahaya waxaa ka soo baxay magacaygii oo qaldan laakiin Tarsan cala magacaygii wata in maaragtay wasiir ku-xigeen loo magacaabay. Arintaasi anigu marka waxaan ku ogaa ama laygala tashaday haba yaraatee oo ra'iisul wasaaraha isku soo hadal qaadnay ma jiraan ayako ku mahadsan madaxweynaha iyo prime minister kaba ayako ku mahadsan xilkaas ay ilaahay jecleysteen laakiin anigu diyaar uma ihi in aan maaragtay golaha wasiirada aan ka qayb galo. Diyaar uma ihi is wasiir dowle ma aha wasiir xataa diyaar uma ihi in aan ka qaato oo golaha wasiirada ka qayb. Shacabka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay aaminsan yihiin in Tarsan uu wax ka bedelay xaaladihii ay Muqdisho ku sugnayd intii aan isaga la magacaabin isagoo Muqdisho ka fuliyay mashaariic horumarineed oo la taaban karo iyo soo celinta bilicdii Muqdisho iyo soo celinta bilicdii Muqdisho ay lahayd barisamaadkii waxaase aan kala cadeyn in Tarsan uu sii hayn doono xilka maamulka gobolka Banaadir iyo in kale. Cabdisaaq Aadan Qoslaaye, Kalsan TV, magaalada Muqdisho. Qaybaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa si weyn u soo dhaweeyay xukuumadda cusub ee la shaaciyay liiskooda iyagoo ku tilmaamay in xukuumaddan ay noqon doonaan kuwo guul u soo hoya gudaha dalka Soomaaliya isla markaana si cadaaladda u gudan doona howlaha loo igmaday. Wararkan waxaa magaalada Beledweyne inooga soo diray wariyaheena Cabdirasaaq Al-Cadaala. Xilli xalay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya uu soo magacaabay golihiisa wasiirada ayaa odayaal dhaqameed siyaasiyiin iyo waxgarad kala gedisan waxa ay isugu yimaadeen kulan lagu taageerayo xukuumadda cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed. Odayaasha iyo waxgaradkii siyaasiyiinta kulankan ku yeeshay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegeen inay aad u taageersan yihiin xukuumadda cusub waxaana ay baarlamaanka Soomaaliya ka codsadeen in ay ansixiyaan xukuumadda uu soo dhisay Cabdiweli Sheekh Maxamed Sheekh Axmed Sheekh Maxamed uu soo dhisay ayaan halkaa waxaan uga soo jeedinaynaa hambalyo iyo taageero aan taageerayno annaga oo taageersan dadka ka soo jeeda beeshan oo loo soo magacaabay wasiirada ayaan taageeraynaa aad baan ugu hambalyaynaynaa. Waxaan hambalyo u soo jeedinayaa ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. Waxaan aad iyo aad kugu tahniyeynaynaa markii aad wasiirada soo dhistay
وسيرد أن جعلنا أوريريان وأننا قصوا قصله إن يبنا صغرت وأكو تاجرين وأنا كون محمد وهم بلين سحكومة يا حكومة يا رئيس الوزراء أوش ديرات أو أصام مري إنه صاح له قولي سو سيرد مركب كوبات آدي آدان وهم بلين يا مركب لبات وحن سيدوك لأن قبائنا لو داقو بلوين تحوال له يبداش الرير هيران با انا نوهم باليايو وسيرة اللصو مقعابي انا نوهم باليايو وحان لا يحي كل يباش ان ماشا فالده وي انصحيسي لكن برلمان كان انصحيينو كسوغيسا برلمان كنينو انصحيين كاوكسانينا ان شاء الله تعالى حفلة دو حلوغو طلق الامانتي حفلة تاقيراو وحان تاقيرينا مركو هوري مدحوينها جمهوريه فدرالك الصومالية مضان حسن شيخ محمود رئيس الوزراء هيسا عبد الولي الشيخ احمد محمد قال وسيرته وصور لسي حالي او كل واقع حالي سيدنين يهو ريو الشيخي كوان هده مقعدو دانا نغانين سيدو اللي غير هيران مر هده يهينا كو تاغيرينا وانا سودو وينينا وحان تكالون تاغيرينا هو حفلت دانو كو صاحب سنات عبد الله قوض احباري وسير كارمها قودها هي فدرالك قديجة محمد ديرية وسيرة دا هوانكا يا ريما قوي نمان دولة الصومالية ونوا تاغيرينا كو اسنا مادام اي هل كان كسو جيدان كو ان كانسل هين يهين دولة دا بدعوينا اي رسول وسارونا اي لصو حولاد واغو مهد علينا وانا تاغيرينا دلكيني دكيني كسو دوادان لين هاي كو شقدو دا قطاع الله كدقو انا انا والا شغيرينا دي الله دي. بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول هذا الله يوم ما قاعد هواين كقبل كهيران وحام تاجر صنع هاي يعني حكومة أوصل ما قاعد عبر رئيس الوزراء عبد الولي أحمد الشيخ أحمد محمد وحام كلون عاد تاجر صنع هاي رئيس المحيه هذا وزير كأرمها جودها المحيه عبد الله جود عبره يا مروة قديجو محمد ديري سيجست بعات كلن كانوا ضياشة يوح جرت كي سياسيين تيا وح وكسو بالمية حل حالي رئيس الوزراء جمهورية الصومالية وصو مقعابي حكومة دي صعو صوبه مدبل كله ولقى سوغيي عبد الرساق العدالة كالسان تيفي بلد وين مناسبة لغو دارين يهي حبنها قولها وزيرة دا مامولك كميلقار كي جوبا يا لغو قبتي مدحتوية دا مقالة دا كسمان يهي حرون تا قوبل كي جوبا دا خوسي سيدا وكو صورما يوريهينا مقالة دا سينوغو صورما عبد عسيس قريقان مناسبة دنوكا دادي حارونتا مدحتوية دا كسمايو إسلامار كان ايكا سو غيب غالين مسوليين ساري او كاترسان مامولكا جوبا ايا لغو داري مدحوينكو حيجين كان لاباد ايا غلاها وزير رادا مامولكا جوبا ايا دا سيدوكا لغو دواقي لابا وزير او كدنا غلاها وزير رادا مدحوينكو حيجينكو كوباد ايا مامولكا جوبا عبدالله شيخ اسماعيل فرتاق ايا او غهرين تي فافاهين كبحية دارين تا غلاها وزير رادا ايا وزير رادا عصب ايلا مقع ساد هوري ولا سعدتين لما استيرك قلها وزير هذا ما أنت طبعاً كوزير فانور لما استيران هدو لا يرادو حفلة دارمكم حيكون من الساعة لما استيرك قلها وزير هذا يوم ده بنقعد كلا بعد يدرت بود ولا دارنا هي ما أنت هدو لا يرادو sidoo kale waxa goobta ka hadlay afayeenka maamulka Jubba Cabdinaasir Seerar Baah wuxuuna min mid ugu yeeray golaha wasiirada kuwaas oo isla goobta lagu dhaarinayay liiska oo dhameystiran tobankii wasiir iyo madaxweynka labaad Cabdul Qadir Haaji Maxamed oo loo yaqaan Sultan uga dheere wa marwada Ahmed Cabdi Farxam Ahmed Cabdi Xafiid Maxamed wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ومرتدح محمد آدم جامع وسيرك وزارة بيارها حولها إيو كلوميسيغا إبراهيم حسن عبدي وسيرك ورفاتينتا بوستادا إسكارتينتا إيقاديتكا ووسيره دي لواها بالنعمد كاملة كوية طبعا محمد عبدي محمد جوهر وسيرك قصورك إيو عربها الدينتا طبعا وسيرك madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka Jubba Sultan Cabdiqaadir loo dheere oo kamid ahaa xubnihii la dhaariyay ayaa isna ka hadlay dareenkiisa warkayga ku akeesinaya dadweynaha ku nool gobolada Jubbooyinka hadaan ay gacan la siinin anaga waxaan ma qaban karno hal qof waxaan ma qabato
شعب كدوبوين كنول قعنتو دي قرب كودا يهي لي هو الغبهانا ما انتنا حلقة ايوان وقالنه انك ما انا قادا انك قادمين اديقيال راعيال بانا هدان قلتان انه نوسعو نسح دان نتو سيسان نلات الاسان انت سيكو عسانيا daarinta golaha wasiirada maamulka Juba ayaa ku soo beegmaysa iyadoo la filayo in 20 bisha ay gudaha magaalada Kismaayo ka dhacdo xaflad caalamisaarka madaxweynaha maamulka Juba Sheekh Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe Abd Aziz Haaji Maxamed Gariyaqaan TV ga caalamiga ee Kalsan magaalada Kismaayo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo xubno uu horkacayo ayaa wararku ay tilmaamayaan in xalka madanbeys ay ka gaareen khilaaf in muddo u dhaxayay beelo wada dega deegaanada Soomaaliland kuwaas iyo xilliyada u dambeeyay khilaafkooda uu taagnaa warkan waxa magaalada Caynabo inooga soo diray wariyeen halkaas inooga soo warama wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cade iyo wafdi ballaaran oo ka kooban xubno wasiirra oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda dib u dejinta iyo gaadiidka wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda وقال استلادين علماء الدين مامولك قبلك ياسو قبل قبل شقاق الروان كدعذي ديغان كدعشا واي ودا ديغان لببالا دهال كاسي ديريري كود احمرتي وحانا قولتاتي كو قيريودي افر روح او لببالنا ايهين هدبا مدشاني مانتو اي كل ميسي وطيوتي ربادنا ايا وحي لبادا قيسو اتبادار كمباريني ين اي قادرنا ايان نبادا اسنا مركاسينا الالين ايان حسلوني دا ديغان كاسي waxaan goobtaasi aad la ka soo jeediyay wasiiradii magasho ku jirna iyo wax garadka iyo qaasho labada beer wallahi la wallahi nabi la wallahi la madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siinay ayaa geed fayl u ahay ilaalada ka warantii waa ku dhaartii baan wadnaa waa dhamaaraysa insha Allah bismillaahi kariim waxa uu xal u saaray beero waadii soo duceeyay salaamiga gaarsiinta oo ilaahay naxariistay ee aqligay muslimiin ee ugu haraan dadkii shaqay dhacay ee u galay ruuxa diinta iyo dalka iyo dadka iyo aakhiriyada oo ku xun ee maanta halkan ay ku maray kitaabka iyo maan dib u kacay waxay ku kacayaan Facebook aadi aad baad ku maamulay dhamaan intii hawsha ka soo shaqaysay intii ka soo qaybashay waxa Allah subhanahu wa ta'ala ugu jeediyay shaqooyin ka horay halka ku dhaartay ee iyo tan iyo waraab ka muuqday ilaa subhanahu wa ta'ala ee saaraha u maray in aad ila xasaran ku soo yaqaan iyo waxa dhamaan ay ku la shaqeeyeen intii la karaa aan noqoto la wada garan aan noqoto ama la shaqeeyo soo gudaha aan noqoto ama xuduudaha aan noqoto waxa ka jira go'aanka ee dhamaan ee fuuntii dadkii ayaa uu dhacay arrinta ayada ah dhexgalay ugurtay ee ugurmay ee aad iyo aad ugu mahadnaqaya Axmed Xaalad Guray Baqaye wararka Kalsan TV magaalada Caynabo xarunta gobolka Saraar kulan looga hadlayay maalgashiga iyo waliba ka faa'iideysiga khayraadka dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya iyadoo kulankaasi ay dardar gelinayeen hay'ado caalami ah warkan waxa magaalada Nairobi nooga soo diray Cabdisamad Cabdulqaadir Faarax kulankani oo ka dhacay hoteelka Serena ee magaalada Nairobi ayaa waxa ka soo qayb galay aqoonyahanka ka kala socda hay'ado kala duwan oo caalami ah iyo xeel dheerayaal waxana looga hadlay qaabka ugu wanaagsan ee ganacsatada gudaha iyo kuwa dibadduba uga faa'iideysan karaan qeyraadka kala duwan ee dhex eegaga Soomaaliya sida beeraha kalluumeysiga iyo xoolaha nool waxana intii kulanka uu socday tusaale ahaan lagu soo qaatay sisinta ka baxda Soomaaliya iyo kalluunka nooca loo yaqaan tuna oo labaduba ganacsato iyo dalal aan Soomaali ahayn ay ka macaashaan intii uu socday kulanka waxa ka hadlay Luca Alinovi oo isagu ah madaxa gobolka u qaabilsan hay'adda cunnada iyo beeraha ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaano FAO isagoona ku dheeraaday sida ugu wanaagsan ee loo horumarin karo ganacsiga iyo maalgashiga dhanka khayraadka ee ganacsatada Soomaalida kaasoo ay kaga faa'iideysan karaan wax soo saarka kala duwan ee ku jira dalkooda ka qaybgalayaashii shirka ayaa dhinacooda sheegay in ay bogaadinayaan kulanka oo ay sheegeen in looga hadlay waxyaabo keenaya faa'iidooyin badan maxamed bashiir dhuuracaso oo ka tirsan hay'adda Hanford Africa
كان ميدها دادكي سوقة من قابي كولنكا يا إسنكا ورمايا فرقي قودة هي كولنكا يقول ما هو اللقب تي وحنا اللقب هذا شركة أو أكل كالتشرال كا أو لوقا بندونا وول تريد سنتر أو دبي أو دعي دونا تدري طبعاً كبشة إلا تدري سجالي طبعاً كفبري أو كدعي دونا وول تريد سنتر وحدان شركة سيارة كلا هلا وكوسا بسنجا وكوي هرا وقدوين يهاي وحال سектор أو حلاجة هلا يا أونلي وحواي محل ده هنزان ده أكل كالتشرال مارك أكل كالتشرال ده حاسو قلي سو فيشينا سو قلايو قرات كبدا قرات كلايف ستوك حولها فامينكا مارك ماركان شركة و حال سектор وحنقدو على جمك شركاس وحا اسكوي ما عندونا قناعستة آدو فربادن كمبنيال آدو فربادن انترناشنالي يو لوكالي ايوغو opportunity باسبانتكا داتكا كاسوق يبقال دونا هيلي دونان ان لوكول ماان محالها كبنياشي او ودنك انا تيتاقان قيراتك ودنك اركان اوغو دمبينتي شركة وحا سوق بقبيهي حسن نور او اسوغو احمدها يادي سوق من قابسي شركة اي هانفاد افريكا وحانا او شاقي إن كلن كانوا يهاي مد مهمة إسلام كان أهمية بلارن وقفر ليجن عصتدا سومالي ذا. وفافيو مركا وده هل عجيب له هكذا كده عصب شكتي لجا هل يورنتي مو هاي مد سهل مو هاي عصب شكتي هو أدبو أتكا دحوه ده وده هذلان أرمن بدن باودن كتاعن حيال بدن بروجرس في عم بيمريان أدو وده هذا الباس على سومالي سومالي لان تركي. وهذا الكاسو كل حقوق رح بنال الله يعني هذا بشركة نوع يسوق من قابيين هاي أدى بيرها عندها أدونك إيفاو قارهان قيبتي دا الصومالية إيو وليبا هاي أدى كلا يلقوم عب هانفاد أيو حالوغها اللي يسيدي لوما القشان لها قيرات كلا دوان إي صومالية سيدة بيرها حولها النول إيو وليبا قيرات كبادة وحنا مركز كسوق يبقالي ورك لدوان يجنا استكوسو جن مجال نيروبي وحنا شركة جوجل حار ويا هاي أما جوجل حار ونقول يا شر مركز الوقا بندونه بشا فبراير صوت سيدي تونكي ذا ودنكا دبي ودنكا امارات عرفت غارهان مجالا دبي عبد السمد عبد القادر فرح تلفزيون كالسن نيروبي isbitaalka ka guud ee ku yaala magaalada Borama ayaa wararka ay tilmaamayaan in ay ka faa'iideysanayaan dad aad u fara badan oo qaba xanuuno dhanka indhaha kadib markii dhaqaatiir howlo lacag la'aan ku fulinaya isbitaalkaas ay ka bilaabeen qaliimo dhanka indhaha ah warkan waxa magaalada Borama inooga soo diray wariyaha Maxamed Dabshid isbitaalka guud ee magaalada Borama waxa maanta laga bilaabay qaliin iyo daaweyn bilaash ah oo loo sameynayo dadka iyagu inta badan ka cabanaya xanuunada xagga indhaha hadaba waxa arintaas fulinaya isla markaasina TV-ga Karsan uga waramay Dr. Abdi Cilmi Obsi oo ah dhaqtar ku takhasusay arimaha qaliinada iyo daaweynta indhaha waxaanu sheegay inuu qaliinkan yahay mid lacag la'aan ah doktorka arintaas ka hadlay يا أيها وحاو يري وحن تدبات إنه تسور رجيني ويسيس أنا تسور رجيني استرق الحيزة يلن هر الله مرور تيمي على أمينك وحن مركزي بشنا براكيسان المولين وحن أترك الله يسود وقف وصا وطار وقلينا لنتا أولو جيحيو والله حق لعانا مركا دتبينا وحن جعل لأينا كبايدستان واختقاب من تنتاب بشي نور عارفين بشنا براكيسان نور عارفين يسود وقف يقوه الرئية إنه قندوا الآن دات العقل الآن وبلاش لغو سمين دونه مدام دات كينو موقت هاي وقت كو عدو هادقي هاي سنفر كاسانو قد يقينا بدوين أنا وحدوين هاي الارمتا قرسيسا ويتريان دات سسود دوان قليل موقت هاي موقت هاي قبرني ويسيس كان جيب مقايبين إنه مالما هلا سلاسة دي بحنو قرسينا إلا وچا له ومالما قاركو دانتكو وجا روحان وصوص سنفر وصوص ديقين إلا تطبقوا فاكي ستين غبا كيمانايا aan maamulka siyaasi bantiga sidii qofala ka imanaya goray awgu aan hayday oo bisis goon garsiin saddex goor iyo baarga no fudiya dil dilana mooto arjina iyo inuu yimaa dan nibaro baba mudawa wax mooto ay meelaha agaar ka min no dhowdan safar lagu sameynayo janisana waxa jalaa ku taydistan sidoo kale waxa iyaguna ka hadlay qaliinadani iyo daaweyntani bilaashka ah ee loo sameynayo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Borama iyo deegaanada ku hareereysan iyagoo dareenkooga cabiraya ayaa waxa ay sheegeen ilaahay ha naga jisaysi inta 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 in
تاني ولا جاحي سديت سنة قلتها تانينا قلب ودى الدم يلاهينو لغية طبعا سنة قلتها يدمتها وحان مانتا إلا أقوم هاتفنا خاطير ساقع عطانا قلتها يدلاش وحنا هو قلنا يستاب إن إلهي إيانا توقل في عن وقصية أنه فائدة في عن ونغسنا مكاس كاروية نورة تقوري انتا كتبت إلا لو سنرولو تبين يعني تاسكتين دايدا يدو مدوين كي اوتن بيهو كسوغنا مدح وينها اوضل استايد بركاني سومالي لان اسلامركا عسينا كونا مكرا دوان اولا قادنا ايي برشوين تاكو داقان سومالي لان ايه وحا او كونا مبالانا لقاتاي وحقارتكا ايه وضياشا داقان كا ايه ديغان كدق مدى تلا وحانا كونا كاسي اوغورين كاعدلاي مدح وينها اوضل استايد داريقان عبدي رشيد او نور وحانا عدل لدي اسكمد اها وقتی نگاریم از منطقه سوورتن این اینو سامینو بسیار غوایس دام دکم دبلان انکام کنه یه دو کنه اتیه دکی نیتیف که هم مواتین تی دکنه بگم از دیگری هر ره این اینو بسیار غوایسانو و انکا و ده دللو دن تعم که ای برشده تاس آلاگام مارمان و جریتان که امتین ويوم كان عرور تودا هي عرور هاي دار الجوانان أدري فرحة وين يقول تاي ما أنت الشركة على خير نقطة لنا وتوكسي هو صار الحياة جلوي أوها قابتي ليك براي بسكول كامل في الدرجة أود الاستيت يسوع مايلان وده هذا الله يو غفر ماي ترك تبتي سمعة للدبي وده هذا الله أب وعليك بنا دحمري وده هذا الله عصي وحي ككوب ناي شن ينتقم فضوا وحكا كبر وده هذا الله ندحمري أود الاستيد يسومينا وقوي وشن يتوان قدوه شن يتوان كه قدوه كمان تود وحيكت الجميان تنت شعب كرئ أود أما هكون أورادان جبلي أما هكون أورادان أود أما هكون أورادان كران ساي سومينا سومينا كودان سيرلان راه ما كان شيء سلاسي قاتود وحوي وان وان سلفهني وان سلفجرني إن لفريو وأي كم تهاي معرفة محوها لكدة رقية إن لبسه أو شعب كلافرة ماي وحنا كتوفيان وحنا كرسو تجا سو الله غميدة ده يعني ردوا أي كده واجيان رومك ذلك يكوب أنت نروش ذلك ين كوب أنت نبجليلا أنت بحال رسو sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanadaasi dila ayaa iyaguna waxa ay halkaasii ka sheegeen waa dawladda wax qabad baanu ka rabnaa wax qabad baanu rabnaa waxa muuqday wax la qabtay dawladda kow dib u dejinta waa mid runtii waxa aan qarsoonayn madaxdana aynu ku noolahay oo la yiraahdo dila oo aan meelii dagaalada sokeeyay ay baabiyeen mar labaad iyo mar saddexaad bana ay ku noqdeen oo calaamadaheeda adkuwar ka soo dhaawacyadii iyo burburkii iyo baabihii maalintii 3-9-kii Soomaaliland hana qaaday ilaa 2-9-kii ka soo bilow ilaa maanta weli sidii u foolxun war Soomaaliland waluudi waxa dadku ay doonayaanna wax kale maaha oo damac maaha oo mudqaana in waxayna lahayn ma doonayaan war si wixii aan wada lahaano in wax iyagiina la nasiiyo anigu waxa mas'uuliyadeena ka soo saaray waxa inaga maqan إنه واحد مقطع حاجة واجب يتخيل يقول لي إيش سوى إلا دولة إنه واحد مقطع إنه جاي لو مقطع ضد مسؤولية يعني قال راح أي إنه مثلي أي هاي إنه الشيعان وكي أنت مالا إنه دروس تجتة أي واحد إنه قدام قد يجو أنا تدور يعني نقطة تنقار أنا واحد مسوق هذا اللي يدري لها ما أنت وين تقول يا كان ليه لا بقول قبل الكيني لو دي بقول قولي إلا كيني يروح مكة بجدار وجدار هذا أنا الشخصي أنا حوار لي إنه يتخيل ما أنت قولها ولكن يجب ان يكون هناك من 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 يكون هناك من
محمد عبد الله دبشد كرسن تي في مجال دبور ماء. kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta ood ka joogtaan daafaha dunida waxaan soo gaarnay qadarkii kalsan tv aad uga barateenna idin qaadaa dhigto xubintii ciyaaraha waxaana habeenkan si toos ah idinka imanaya studio kalsan ay ku leedahay magaalada gabiley